مساكن فللي الجو حار، ولما نستحم هالايام الماي لا هوب. فاليوم انا جايب اليكم براءة اختراع كده، جايب لكم مكيف للخزان علشان يبرد الينا الماي. مكيف صحراوي يشتغل بالطاقة الشمسية، يعني ما في اي مصروف كهرباء. طبعا احنا متعودين في تبريد مياه الخزانات نعتمد على طريقتين، اما المراوح العادية اللي ما تعطينا التبريد العادي، او مكيفات العادية اللي تعطينا تبريد عادي ولكن راح تكلفنا في استهلاك فاتورة الكهرباء. براءة الاختراع اللي موجودة في هذا المكيف راح تحل لنا موضوع فاتورة الكهرباء، لانه راح يشتغل على ايش؟ على الواح الطاقة الشمسية. طبعا الفرق بين المكيف الصحراوي والمكيف العادي في تبريد المياه ان المكيف العادي يوصل لنا درجة حرارة المياه الى درجة حرارة منخفضة، فاحيانا الواحد يضطر انه هو يشغل السخانة علشان يعادل الماي للاستحمام، فيكون عندنا صرف مرتين في تبريد المياه وفي تسخين المياه في استخدامنا الى السخان. اما المكيف الصحراوي هذا راح ينزل لنا درجة حرارة الماي من 28 الى 33، وهي درجة ماي تعطينا استحمام منعش وغير مزعج. يا سلام، ايه يا حبيبي كده تستحم وانت مرتاح. وفي ميزة ثانية ما تكلمنا عنها، مو فقط يبرد المياه، خليني افتح لكم الان واعطيكم الميزة الثانية. بالاضافة انه مكيف صحراوي الجماعة مركبين عليه فلتر ينقي اليكم الماي، يعني انت راح تاخذ ماي بارد وتاخذ ماي نقي بنفس الوقت. هذه المرشحات اللي تشوفونها بالداخل مصنوعة من مواد عضوية صديقة للبيئة مضادة للبكتيريا والفطريات. ما شاء الله تبارك الله. سلام، الجهاز هذا عليه ضمان؟ اكيد يا حبيبي عليه ضمان سنتين. الضمان راح يكون على المضخة، راح يكون على المروحة، راح يكون على اللوح الشمسي. طبعا الاشياء مثل الفلاتر والمرشحات هذه اشياء استهلاكية فما يشملها الضمان. طيب كل هالمواصفات كم سعر الجهاز؟ قبل ما ندخل في سعر الجهاز، عادة التكييف العادي اللي يستخدم كم سعره؟ من 3000-3500 وطالع. هذا الجهاز يا جماعة قيمته 2450 شامل التوصيل والتركيب والضريبة، وبعد ما عندك استهلاك كهرباء، مو نفس المكيف العادي. الجهاز وين نلقاه؟ نلقاه عند مجموعة المناميين، ما شاء الله تبارك الله، بالقطيف عندهم 4 فروع، وهذا الفرع اللي أنا موجود فيه موجود بالدمام، وقريبا راح يتوفر في جميع مناطق المملكة عبر مندوبين وعبر شركات. تقدروا تشرفوا الفروع حق المناميين وتشوفوا الجهاز وتتعرفوا عليه من قرب. بعد السنابة هذه راح أحط لكم أرقام التواصل، اعملوا لها كابتشر. بصراحة يا جماعة براءة اختراع رهيبة والجهاز كده. السلام عليكم خالد، كيف حالك؟ الحقني يا خالد، الموية عندي ساخنة جدا، أبي حل يخلصني من هذه المشكلة وما يكلفني كهربا كثير، لأن فاتورتي في الصيف نار مثل الموية اللي عندي في الخزان. واللي يعطيك حل وما يخليك تدفع ولا في الزيادة على فاتورة الكهرباء ويأمن لك ماي منعش طول اليوم، معقولة؟ ركب جهاز سايلنت باور الصديق للبيئة واللي يشتغل فقط على الطاقة الشمسية بدون أي تمديدات كهربائية ولا بطاريات. شنو آلية عمل الجهاز؟ الجهاز يسحب الماء الحار من الخزان ويمرره عبر قنوات تبريد مختصة تنزل حرارة الماء، وقبل ما ينزل الماء على خزانك يتجمع بقاعدة الجهاز حق يصفيه من أي أتربة وشوائب، وبعدها ينزل لك ماء منعش طول اليوم، وكل هذا عن طريق الطاقة الشمسية فقط. وأزيدك من الشعر بيت، ما يحتاج تسوي له صيانة إلا مرة أو مرتين بالسنة.